بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا لقاء جديد في البرنامج العلاجي لأمراض السحر وهموم الحياة وضيق العيش ومشاكل الحياة بشكل عام. الحقيقة أيها الأحبة، هناك من يعاني من مشاكل في البصر، في السمع، يعني ضعف في البصر، مشاكل في السمع. أنا الحقيقة أو من تشوه ما حدث معه نتيجة يعني شيء معين حدث معه، مثلا لنقل حادث أدى إلى تشوهات في مثلا وجهه، في يده، في كذا. يعني هناك سورة اسمها سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. تحاول أن تضع يدك على المكان الذي فيه مشكلة و تكرر هذه السورة 7 مرات، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يعني وأنت تتلو هذه السورة اقرأ بصوت يعني مسموع، ليس صوت عالي جدا ولا منخفض جدا، مسموع تسمعه أنت. عندما يعني تقرأ الذي خلق فسوى تتخيل وكأن الله سوف ببركة هذا الكلام، كلام القرآن أو كلام الله عز وجل، سوف يسوي هذا الخلل الذي لديك، يسوي هذا التشوه، يسوي المشكلة في بصرك، يعالجها ويشفيها. والذي قدر فهدى، تتخيل أن الله سيهديك إلى العلاج الصحيح. قد يكون علاج المرض شيء بقربك وأنت لا تعلمه، تجهله، فيهديك الله سبحانه وتعالى. طبعا تقرأ السورة كاملة، وكما قلنا الرقم 7 مهم جدا أيها الأحبة، بالإضافة طبعا للرقية الشرعية المعروفة التي هي يعني أساسها الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين. طبعا هنا أنا لدي سورة البلد أيضا، سورة رائعة جدا، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. هذه 7 مرات تكررها، الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك. هنا الدماغ أيها الأحبة يأخذ هذه المعلومات، يتأثر بها، يتفاعل معها. كيف؟ الله أعلم. الله قال لنا وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذن الشفاء لم يحدد لنا نوعه أو نوع المرض الذي يعالجه، إذن نحن نأخذ الكلمة بمعناها الشامل، شفاء من كل شيء. فعندما تقرأ هذه السورة، سورة البلد، ويا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وتكرر خلقك فسواك فعدلك، تتخيل وكأن هناك تعديلات ستجري على سمعك أو بصرك أو المشكلة التي تعاني منها، وأن الله سيسويها ويعدلها ويعني يعيدها للوضع الطبيعي، يعيدها للوضع أو حتى أفضل مما كانت عليه. الذي خلقك فسواك. التسوية أيها الأحبة، في علم الميكانيك لدينا شيء اسمه التسوية، تسوي سطح تجعله مثلا متناسقا، ناعما، أملسا، تسوية. هي هذه من المراحل النهائية في عمليات التصنيع. فعدلك أو عدلك، يعني أيضا هناك تعديلات يمكن أن تجري. الطب كله عبارة عن تعديل، علم الطب كله عندما تأخذ حبة الدواء تقوم بتعديل نسب معينة في جسدك، تقضي على فيروسات، تخفف عدد الفيروسات، تزيد من عدد عنصر ما مثلا أو كذا، عمليات تعديل وكيمياء وتفاعلات، يحدث الشفاء بإذن الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن قراءة أيها الأحبة سورة البقرة مهمة أيضا، يعني لا تنسوا سورة البقرة مهمة. كل يوم أنت يمكن أن تضع سورة البقرة على الموبايل، هناك موقع يعني جميل فعلا، قرآن
4 يعني رقم 4 آيفون. ابحث عنه على جوجل على الموبايل. فيه ميزة أنك تختار اسم المقرئ واسم السورة مثلا، وفيه إمكانيات أن تنزل، يعطيك 3 نقط هكذا تضغط فيقول لك تنزيل السورة، فتنزل هذه السورة على الموبايل على جهازك، فتقوم أنت بطبعا إخراجها والاستماع إليها كل يوم أثناء النوم. سورة البقرة بحدود 2 ساعة أو أكثر، 2 ساعة 2 ساعة ونصف، فتضع سورة البقرة بصوت هادئ وتبعد الجوال عن أذنك يعني 1.5 متر على الأقل لكي تتجنب شر الموجات الكهرطيسية، وتجعل هذه السورة تتكرر، يعني إذا نمت 5 أو 6 ساعات تتكرر مرتين هذه السورة، والدماغ يتفاعل مع كلام القرآن أثناء النوم، لأن العلماء أثبتوا ذلك أيها الأحبة، أثبتوا أن الدماغ الإنسان يبقى في حالة عمل أثناء النوم. طبعا أيها الأحبة، هناك شيء اسمه العلاج بالدعاء، يعني القرآن مهم ولكن النبي علمنا أدعية ينبغي أن نتعلمها نحفظها، لا أن أفكر فورا بالطبيب والدواء والأشياء الكيميائية. يعني اهدأ قليلا، أي مرض يصيبك إلجأ رقم 1 إلى الله، لأنه هو الذي يمسك الكون، هو الذي سيسخر لك هذا الطبيب أو ذاك أو ذاك، أو هو الذي سيهديك إلى العلاج الصحيح. فإلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، توكل على الله، واطلب أو ادعو الله سبحانه وتعالى أن يسخر لك أسباب الشفاء. فبالإضافة قراءة الآيات القرآنية والأدعية النبوية الشريفة، وأترك الباقي على الله كما يقولون، والله سييسر لك من حيث لا تحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الأدعية التي كان يدعو بها أنه يضع يده على مكان الألم، مكان الوجع، مكان المرض، ويقول: اللهم أذهب البأس، رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، 3 مرات أيها الأحبة تكرر، ثم تضع يدك على مكان الألم هنا مثلا أو هنا أو هنا مثلا، أو على منطقة البطن أو الصدر أو غير ذلك، وتقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، ثم تقول 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحذر، 7 مرات. طبعا رقم 7 أمر نبوي ليس من عندنا، النبي أمر بذلك فنلتزم بأمر النبي، لأن رقم 7 له تأثير أيها الأحبة حتى على الإنسان، لأن الإنسان خلق على 7 مراحل: التراب، النطفة، العلقة، المضغة، العظام، اللحم، الخلق الآخر. 7 مراحل خلق الإنسان. عبارة بني آدم ذكرت 7 مرات في القرآن سبحان الله. السجود على 7 أعظم، الطواف 7 أشواط، أشياء كثيرة جدا. الرقم 7 يحكم حياتنا بشكل كبير، نعيش على أرض 7 طبقات وتحت السماء 7 طبقات، ونخضع لأيام الأسبوع عددها 7، نحن نخضع لأيام الأسبوع، الزمن 7 أيام، وأشياء كثيرة، الضوء 7 ألوان، الطيف الضوئي 7 ألوان إلى آخره. فينبغي أن نلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر النبي أن نكرر هذا الدعاء: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحذر. وأنت تقول هذا الكلام مهم جدا أيها الأحبة، لأن هذا الكلام إذا قلته من دون أي معنى ومن دون أي تفكر أو تدبر لن تستفيد شيئا. هذا الكلام علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لنعيش مع معانيه، لنتذوق معاني هذا الكلام. عندما تقول أعوذ، أعوذ، ألتجئ، أحتمي، ألجأ بمن؟ بالله وبقدرته، أعوذ بالله وقدرته، قدرة الله. يعني هل تظن أن الله عاجز أن يشفيك من دون أي سبب آخر؟ قادر سبحانه وتعالى.
فأنا ألتجئ وأحتمي بالله وألجأ إلى الله وقدرته من ماذا؟ من شر ما أجد وأحاذر. هناك مخاوف، الإنسان عندما يمرض يخاف أن يتطور المرض، أن يكون لديه أمراض مستعصية كذا. فالنبي علمنا أن نقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد، ما أجد حقيقة وأعاني، وأحاذر في المستقبل الشيء الذي أخاف منه أو أحذره. فعندما التجأت إلى الله سلمت نفسك وأمرك وحياتك لله بالكامل، ثق تماما أن الله لن يضيعك سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات، وسوف نستكمل هذا البرنامج إن شاء الله في لقاء قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.